رح نحتاج ل 500 ملي حليب ومعلقتين كبيرة زبدة وملح ورشة جوزة الطيب، نص كوب سميد، ومية جرام جبنة جورية، هيك اسمها جبنة جورية جورية جورية، وصفرين من البيض. تمام. طبعا اللي بحب يعمل دبل أو يعمل دبل كمية الوصفة بإمكانه مثلا يحط بدل نص لتر حليب، أنا مستخدم نص لتر حليب، بإمكانه يستخدم لتر، بس إذا يعمل دبل لباقي المكونات. فأول إشي دعنا رح نضيف الحليب، حنحط عليه الزبدة اللي هي 20 جرام، حنحط الملح، ونرشة جوزة الطيب ونحرك، خليهم شوي يغلوا. بس هاي بس الزبدة تدوب وبلش عنا الحليب يغلي، رح نضيف السميد. تمام. طبعا هلا الناس مثلا هي هلا رح تشوفوا كيف اول شيء بنخليها تستوي على النار، بعدين بنفردها بالصينية بنخليها تبرد عشان نقدر نقطعها. ما بصير نفرد زي هيك في لبنان نفس الشيء، ما بصير يعني، بس تبرد بتجمد، بعدين بنحطها بالفرن بنرش جبنة وبنشويها. اوكي هلا خلينا نستنى الحليب شوي، احنا لسه اصلا معنا وقت كثير بتعرف. هي بدها شوية وقت صراحة. أوكي. عشان هيك حبيت. طيب نقرأ شوي من الفيسبوك إذا هيك. أكيد. لولو علامة صباح الخير، مرفت صباح الخير، ومحمود العمري، قيس عماري، أماني الشريف، شكرا لك، ميسون من الرياض، طارق الدلقموني صباح الخير، وصفوان العمري، من كمان حنين علي، أم زيد عم تسألك كيف طريقة دجاج البروستد. دجاج البروستد طبعا هو في أكثر من طريقة، بس أنا الطريقة اللي بحب أستخدمها عشان تكون عندنا الجلدة تبعت الدجاج مقرمشة، بطحن كورن فليكس يعني طحن خشن. وأول إشي مثلا بحط، بكون متبلة الدجاج بخل وليمون ملح وتومة وبهار مشكل، بعدين بجيب بحطهم بطحين، بعدين بالبيض، بعدين بحطهم بالكورن فليكس وبقليهم بزيت كتير كتير بيكون حامي، ديب فراين. وأنا هيك طريقتي صراحة وكتير بتطلع زاكية، فممكن هتطبقها إذا ما عندها كورن فليكس، بقسمات فطات الخبز. هلأ عندنا دابة الزبدة دانا. أوكي. رح نحط السميد، كمية السميد، ونحرك بسرعة بسرعة بسرعة، تبعوا على هاي الخطوة لأنه إذا ما حطيتوا السميد وحركته بعدين رح يصير كتل. فهلأ رح نضيف كمية السميد، بهالأثناء هو عم بتقل أنا رح أفصل صفار البيض عن البياض. لازم نستنى يضلوا حتى يصير كثيف. شوي كثيف يتقل. تمام. بدنا كعكة جوز الهند، عملنا احنا وصفات او حلو بجوز الهند؟ عملنا. شو عم نعمل هلا روان؟ عم نفصل صفار البيض عن صفار عن البياض عشان رح نخلطه. هلا عادة لما دانا توقعي صفار بالبياض بتكبيه، فلا ما تكبوا الصفار، بامكانكم ترجعوا تقيموه بهاي الطريقة. اوكي. ونقيم نرجع البياض. هيك أنا فصلت البيض عن الصفار لأنه رح نضيفه على السميد، ورح أقطع شوية جبنة يدوب سلايسين
ونحطهم كمان. رح نحط احنا جوا النيوكا وحنحط على الوجه. اوكي تمام هيك خلص زي ما شايفين كيف صار عندنا بالضبط هيك. تمام هلا رح ننقله، حنضيف الصفار وحنضيف الجبنة، حنخلط كتير كويس. ما نخاف من الصفار أو لا، رح ينشوى رح ينشوى، بس قصدي إنه ما بيطلع شيء. لا لا ما لا لازم نخول إيش، أنا فيها جوزة الطيب فلا مستحيل ما حد. احنا ما نخاف دائما البيض لما ينخبز او ندخله الفرن. بالكيكه بالكيكات انا بحس كثير ببين لانه حلو بس بالإشي المالح يعني لا. كيف مثلا بتقلي بيض ما بتحسي بتاكلي اومليت نفس الإشي. هلا عندنا احنا هيك خلطنا مزبوط، الجبنه دابت والصفار اختلط. رح نفرده بصينيه، مش ضروري تكون على كل حواف الصينيه يعني انه فرد، انه قد ما انتم حابين السمك. فهلا زي ما شايفين قديه صار عندنا سميك، يعني هذا خيار عن الخبز او المكرونة او الرز بالضبط. وهلا بامكانهم اللي بحب كثير اكل دسم يرش يبرش فوقها جبنه، واللي ما بحب هو التقليدي بحطوا زبده وجبنه فوق على الوجه، بس اللي ما بحب خلص يشويها زي ما هي. وبس تطلع عنا رح نقطعها قطع. انا هلا رح اورجيكم كيف طريقه التقديم. انت هاي المرحله اللي بتحبيها صح؟ بعشق يعني بكون بس افكر بعدين ما بحب. انت رح اوصل للتزيين. ايوه بالضبط. احيانا بحس الاشياء يعني اوكي، احيانا برسم بقعد ارسم طبق ايام الاكاديمي انه وقت الامتحانات كنت اقعد ارسم اطباق وين احط البقدونس وين احط بس بعدين صرت احس الاشياء بتيجي هيك على من دون تخطيط تطلع احلى. عفوي ماما بتقول لي خلص ما احنا انه مثلا ناكله انه لا لازم بعدين بتتعبي لبعدين بتصير كثير عزايم بتحسي انه حرام بقدره بس انه مش زي انت بتكوني شايفه او فرحانه. المهم ناكل. ايوه بالضبط. لا بس الصور بتعطيكي حقك هلا. تمام وصفه الحلو عندنا كثير بسيطه. دانا اقول لك شيء، انا حقيقه عني حقيقه انه انا ما بحب كثير الحلو، ما بحب اعمل حلو كثير انه اوكي تعلمته هيك بس خلص بحب اكثر الطبخ. واذا بالخبز بحب الخبز اعمل يعني حلويات مخبوزه مش كثير، ودائما بدور على طرق سهله. هنحط الفليفله. انا كنت اخاف من الحلو لانه بده دقه بالمقادير وانا هذا الشيء، فهيك بس قويت قلبي حسيت لا الموضوع عادي. شو انا كان بزهق انه 50 جرام سكر 50 تمام دانا. هلا هلا الدرباشي صباح الخير. مو انا حرام اخرب لك منظر. لا 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 ما طمع. في صحون غيرهم رح اعملهم على السريع. تمام طبعا هاي انه اذا الواحد يقدمه لشخص واحد نعمل الصحن الثاني. تسلم على الايدين. امينك يا رب. Thank you.